رفعت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مستوى حفلاتها في الوطن العربي في الفترة الأخيرة إلى مستوى مختلف مع حفلتين تاريخيتين للفنانين كبار في إمارة دبي. وشهد المركز التجاري العالمي في دبي حفلتين للنجمين عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد اللي حطموا الأرقام القياسية لحفلات دبي. الحفلتين حضرهم أكتر من 5000 شخص في كل ليلة، وتفاعل الجمهور مع النجمين بشكل كبير جدا، وكمان أشادوا بالحفلات وطلبوا روتانا بالمزيد من الحفلات. حفل الفنان عبد المجيد عبد الله حضرته عائلات كاملة من الخليج، وده بيدل على شعبية عبد المجيد عبد الله بشكل كبير. وجاءت حفل عبد المجيد عبد الله بعد غياب 3 سنين عن الحفلات العامة، وكمان الفنان راشد الماجد اللي رجع للحفلات العامة بعد ما غاب 7 سنين عن تقديمها. شركة روتانا بتقوم بنشاطات مهمة جدا في الحفلات، وبتسعى لإقامة حفلات ضخمة جدا لنجومها، وده إيمانا منهم بضرورة عودة الحفلات الراقية والتواصل المباشر بين النجوم والجمهور.